أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة فيديوهات أرخص 10 سيارات في مصر، فيديو النهاردة مهم جدا لكل واحد عاوز يشتري عربية وبيدور على أرخص سعر وأحسن مواصفات وإمكانيات، ولما يفكر يبيع ما يخسرش كتير. الفيديو علشان طويل ومدته أكتر من ساعة، لأني بشرح مواصفات وإمكانيات ومميزات وعيوب كل نوع، اضطريت أن أقسمه إلى أجزاء، وفي آخر فيديو نصائح مهمة جدا. نهاية شرح كل سيارة هتلاقيني بقول تقييمي، وده يا حضرات رأي شخصي متواضع مبني على خبرتي بإمكانيات وأسعار السيارات المستعملة والجديدة. لو حسيت إنك استفدت من الفيديو ما تنساش تدوس لايك وشير وتشترك في القناة علشان يجيلك كل الجديد في عالم السيارات. نبدأ على بركة الله. سادس أرخص سيارة في السوق المصري بروتون ساجا، وتتوفر السيارة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، ومزودة بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 94 حصان، ويرتبط بنقل الحركة يدوي من 5 سرعات. وتعد ساجا الجديدة من السيارات الموفرة للوقود، حيث تستهلك 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، وده للسيارة المزودة بنقل الحركة يدوي، بينما تستهلك السيارة المزودة بنقل الحركة أوتوماتيك 5.6 لتر لكل 100 كيلو متر. ارتفاع السيارة يبلغ 15 سنتي، وهو ارتفاع مناسب. عدد أبواب السيارة 4 وعدد مقاعدها 5. المقاعد كبيرة ومريحة وواسعة. سعة الخزان الداخلي للوقود هي 40 لتر. تمتلك ساجا أيضا جنوط مقاس 14 من نوع رياضي. السعر الرسمي لساجا الفئة القياسية المزودة بنائل الحركة يدوي يبدأ من 184,900 جنيه و 199,900 جنيه لنائل الحركة الأوتوماتيك. تمتلك ساجا فرامل ABS ومزودة بخاصية EBD الخاصة بتوزيع الفرامل بشكل إلكتروني، مزودة بوسادات هوائية لقائد السيارة والراكب الأمامي، بها إشارات ضوئية في المرايات مع إمكانية التحكم في المرايات بشكل إلكتروني، فيها خاصية إيموبلايزر وخاصية الإنذار الصوتي، فيها فوانيس ضباب أمامية، وبها خاصية الركن الذاتي للسيارة باستخدام الكمبيوتر الداخلي، والحساسات المثبتة على المقدمة والأجناب والإكسدامات الخلفية، مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX USB، فيها خاصية التحكم عن بعد في فتح الأبواب وإغلاقها، الزجاج الأمامي والخلفي كهرباء ويمكن التحكم فيهم بلمسة واحدة. تمتلك السيارة عجلة قيادة ذات نظام هيدروليكي، وهو ما يزيد من مسألة تحكم قائد المركبة فيها، لأنه بيقل في السرعات العالية إلى أن ينعدم، وبيزيد على السرعات البطيئة حتى يسمح بتحكم أكبر. عيوب بروتون ساجا: حجم خزائن الوقود صغير جدا، حيث أن سعة 40 لتر غير مناسبة للسيارة بالمقارنة مع حجم ومعدل استهلاكها للوقود، والذي يصل إلى 6 لتر لكل 100 كيلو. يعني لو على طريق سفر كل شوية هتدور على محطة بنزين. معدل تسارع ساجا بطيء نسبيا، حيث يصل إلى 14.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلو متر، بالإضافة إلى كون السرعة القصوى هي 155 كيلو متر في الساعة فقط. التحكم في كافة ارتفاعات واتجاهات المقاعد يدويا. تفتقر لخاصية تثبيت السرعة. طلاء السيارة ليس بالكثافة المطلوبة، وبعد فترة بتلاقي نقر وخدوش وتغيير في اللون. البطارية ليست جافة ولازم تتغير بعد السنة الأولى. رأيي الشخصي أن السيارة متميزة شكلا ومواصفات، والعيوب اللي فيها مش كتيرة، لكن لا أنصح بشرائها بالأرقام دي، لأن السعر مبالغ فيه، وآخرها 140,000 على الإمكانيات دي، ويبقى كرم من عندك. ولو معاك من 185,000 إلى 200,000 جنيه اشتري حاجة مستعملة موديل قريب، وخليك في الألماني والياباني. سابع أرخص سيارة معنا رينو لوجان، وتبدأ أسعار رينو لوجان موديل 2019 الرسمية من 188,000 جنيه للفئة القياسية، و 200,000 جنيه للفئة الثانية، و 213,000 جنيه للفئة الثالثة، و 225,000 للفئة الرابعة، و 238,000 للفئة الخامسة، ويبلغ سعر الفئة السادسة الأعلى تجهيزا 247,000. تعد رينو لوجان من أكثر السيارات الاقتصادية والموفرة
في استهلاك الوقود عند مقارنتها بالسيارات الأخرى، وتتميز بارتفاعها عن الأرض ومحركها القوي الذي تبلغ سعته 1600 سي سي بعدد 4 اسطوانات و16 صباب بقدرة 110 حصان. يبلغ عزم الدوران 148 نيوتن متر عند 3750 لفة في الدقيقة. تسارع السيارة من 0 ل 100 خلال مدة زمنية لا تتعدى 11.5 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة. تتميز باحتوائها على نقل حركة أوتوماتيك وخاصية الحقن الإلكتروني للوقود، وتحتوي على خزان للوقود يسع 50 لتر. صالون السيارة متسع من الداخل، وتبريد التكييف جيد جدا. تحتوي على مقاعد مريحة مغطاة بالجلد الفاخر، وبها وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي. يتوفر بها فرامل نظام ABS، وبها نظام توزيع الفرامل إلكترونيا EBD. تحتوي السيارة على نظام إيموبلايزر ضد السرقة، وبها نظام الإنذار في حالة عدم غلق السيارة. بها كمبيوتر رحلات ومثبت سرعة ومصابيح ضباب أمامية ومرايات جانبية كهرباء وزجاج كهربائي وخاصية تحكم في ارتفاع كرسي السائق. بها نظام صوتي مجسم مزود بمداخل USB وAUX وبلوتوث. عجلة القيادة مغطاة بالجلد، وبها تحكم في نظام الصوت. تتميز بإمكانية طي المقعد الخلفي حتى تعطي مساحة أكبر عند التخزين. تبلغ سعة تخزين الشنطة الخلفية 510 لتر. عيوب رينو لوجان: صوت محرك السيارة عالي جدا، ولم تحرص الشركة على حل هذه المشكلة في الموديلات القديمة وفي الموديل الحديث 2019. تعاني السيارة من مقاومة من جانب دواسة الدبرياج، واللي بيأثر على الاسطوانة وبيقلل عمرها. عفشة السيارة قوية ومتينة لتحمل الطرق الصعبة، ولكن القوة الزيادة بتزود الاهتزاز والإحساس بكل عيوب الطريق. وجود اهتزاز لذراع نائل الحركة الفتيس. سرعة السيارة بطيئة عند تخطي المطالع. رأيي الشخصي أن السيارة متوسطة الإمكانيات، وما تستهلش يندفع فيها الرقم ده. آخرها 150 ألف على أعلى فئة، اللي هي معروضة ب 247 ألف. ولو انت معاك الرقم ده، سيبك من رينو واشتري بالربع مليون مرسيدس او BMW او تويوتا مستعملة موديل قريب. تامن ارخص سيارة شيفروليه افيو. تتوفر شيفروليه افيو بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان، يرتبط بنائل حركة اوتوماتيك من 4 سرعات. وبتأتي افيو موديل 2019 في السوق المصري بسعر رسمي 191,800 جنيه. مميزات السيارة شيفروليه افيو: تمتلك السيارة نائل حركة في 5 سرعات عادي او 4 سرعات للجير الاوتوماتيك. العزم الاقصى للسيارة 132 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة. قدرة السيارة تبلغ 86 حصان عند 5400 لفة في الدقيقة. تتسارع السيارة شيفروليه افيو من 0 ل 100 كيلو متر في الساعة خلال 12 ثانية. تبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر في الساعة. ارتفاع السيارة 1.5 متر، ويبلغ طولها 4.30 متر وعرضها 1.70 متر، وسعة خزان الوقود 45 لتر، وتبلغ كتلة السيارة طن 65 كيلو. معدل استهلاك السيارة للوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلو. تحتوي على 4 سماعات داخلية ومدخل USB ووصلة AUX، وتحتوي على راديو ومشغل اسطوانات مدمجة، بالإضافة لتقنية البلوتوث. جنوط السيارة مقاس 14 بوصة، وتحتوي على مكيف هواء وحامل للأكواب. وفرش السيارة من الداخل قماش، ولها ريموت كنترول ومزودة بنظام حماية ضد السرقة. وتحتوي على مساند يد أمامية ومرايات جانبية تعمل بواسطة الكهرباء، وزجاجها يعمل باستخدام الكهرباء، وهي طبعا باور ستيرينج. عيوب السيارة شيفروليه افيو: ابعاد السيارة غير مناسبة مع وزنها، فهيكلها الخارجي مرتفع بشكل ملحوظ ومبالغ فيه وكبير، وده بيخليها غير مستقرة على الطرق السريعة وبيقلل من تسارعها.
المشكلة الكبرى إن الشاسيه مصنوع من العلب الفارغة ويفتقر للمتانة المناسبة ولا يعطي الأمان الكافي للركاب، وبيتسبب لهم بالأضرار في حالة الاصطدام. أوائم السيارة من نظام العلب الفارغة اللي بتخلي جسم السيارة غير متماسك وضعيف، عزمها ضعيف جدا بالنسبة لحجمها ووزنها، وخاصة لما تكون السيارة محملة. الثبات سيء جدا بعد 100 كيلومتر في الساعة. رأيي الشخصي ان موضوع الشاسيه والأوائم المصنوعة من العلب الفارغة خطر جدا وبيسبب عدم الاتزان، والموضوع ده بيفكرني بالعربيات الفيات 128 والعربيات هيونداي اكسل زمان. مع الوقت الشاسيه بيفتح والعربية بتتدمر من اقل حادثة وما بترجعش زي الاول، ومشاكل لا تنتهي، وخصوصا في مصر علشان موضوع الطرق والمطبات والحفر، وده لوحده كافي يخليك تبعد عن العربية دي، ولا انصح إذا أعجبك بشرائها الفيديو، بأي سعر. لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.